سلام البنات، كديرين؟ اش اخباركم؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم انتم يا معايا في فيديو جديد، غنصايبوا الكفتة تاع الحوت بمذاق مختلف. المهم هي داخل عليها واحد المكون. غادي نبداو البنات، غنحتاجو الميرلوتسو. هاد الحوت هذا ما فيهش غير هبرة، ما فيهش العظام. غادي نحيدو ليه، غادي ننقيوه، نحيدو هاد الجلده هادي، غنحيدو الجلده ونحيدو هاد السلسول هذا اللي تيكون الوسط هذا، غادي نحيدو حتى هويا، وغادي نقطعوه قطع صغيره باش نطحنوه. المهم هنايا غنحتاجو البصله، بصله مشلضه، القزبر، الثومه، وهذا هو الدخيل، هذا هو اللي غادي نضيفو على الحوت، الشحمه. البنات غنزيد عليه الشحمه. المهم الكميه غادي عينكم ميزانكم، داكشي اللي بغيتو غادي ديروه. المهم غديروا شويه تاع الشحمه، غادي نطحنوها مع هذا الحوت هذا مع الربيع. البصله غادي نضيفوها من بعد، غنخليوها بحال هكا مشلضه. والتوابل غادي نحتاجو بطبيعه الحال بزار، كمون، الملحه، خرقوم، وسكينجبير، وزيت العود. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. المهم البنات كتشوفوا هذا الفيديو، اشتركوا في القناة، ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. بقوا معايا. صافي هنايا من بعد ما نقينا الحوت قطعته، بقات غير الهبره، قطعته طريفات صغار باش غادي نطحنوه في الطحانه. مهم غادي نطحنوه في هذه الطحانه هذه، غادي نزيد عليه القطع تاع الشحمه وشويه تاع القزبر. ماشي غادي ندير كل شيء تاع القزبر، انما غير شويه باش نخلي الشيء الاخر نضيفه من بعد. صافي دابا من بعد ما طحناها مزيان، غادي نضيفو البقيه تاع المكونات، البصله والقزبر، وغادي نزيدو العطريه حتى هي صدقوني كتجي لذيذه بزاف بزاف، عندها واحد المذاق خاص
واللي جرباتها تكتب لي تعليق. كنتمنى انكم تجربوها، ماشي غير تشوفوا الفيديو وصافي لا حاولوا تجربوها لحقاش كتجي لذيذه لذيذه بزاف. مهم غنديروا هنايا معلقه تاع الخرقوم ومعلقه بطبيعه الحال معلقه صغيره عامره هنايا التحميره، معلقه صغيره تاع التحميره. داكشي راه تيبقى عينكم ميزانكم على حسابيه الكميه اللي استعملتو. مثلا انا هنايا راه درت غير ثلاثه الحوتات، راه كتخرج لكم تبارك الله كميه كثيره. المهم على حسابيه الافراد تاع البيت غادي نديرو. غادي نديرو سكينجبير، معلقه صغيره تاع سكينجبير، والكمون معلقه صغيره تاع البزار، هذا البنات عفوا البزار، عاد غادي نضيفو معلقه صغيره تاع الكمون. معلقه صغيره تاع الكمون والملح، وغادي نزيدو حتى الزيت البلديه باش غادي نخلطو الخليط. صافي غادي تخلطو كلشي مزيان وغادي تصايبوه دويورات اولا كريكيبات على حسابيت سميتو شويه، وبقاو معايا حتى تالاخر.